وده الحل الوحيد لحل المشكلة دي، وأي كلام آخر نصيحة هو تضييع للوقت بدون أي فائدة. لحضرتك تقدر تطبق الطريقة دي مع أي متصفح عندك كنت بتفتح إعدادات الراوتر عليه وكان شغال معاك، وفجأة بقدم لك حل سهل وبسيط هيريحك من البحث الدائم للمشكلة المنتشرة في الوقت الحالي، وهي عدم فتح صفحة إعدادات الراوتر. وكمان هعرف حضرتك تعمل إيه كل ما تقابلك المشكلة دي بدون ما تحتاج للبحث المتكرر أو أي متصفحات أخرى أو أي تطبيقات غير اللي هقول لحضرتك عليهم داخل الفيديو. فنصيحة تبع الشرح لأنك هتستفاد جدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة علي بروتك، إن شاء الله تكونوا تمام وكل خير. طبعا في الفيديوهات السابقة شرحنا سبب مشكلة عدم فتح صفحة إعدادات الراوتر. باختصار الوقت حضرتك لو مهتم تعرف إيه سبب المشكلة تقدر تشاهد الفيديوهات السابقة على القناة. طبعا لحل المشكلة دي هتحتاج لمتصفح آخر أو تطبيق. بعد عدة تجارب وصلت لمتصفح وتطبيق ممتازين جدا. طبعا أكيد حضرتك جربت متصفحات كتير ولكن صفحة الإعدادات بتفتح أول مرة فقط على المتصفح، ولو حاولت تجرب مرة تانية مش بتفتح معاك، فبعدها بنرجع لنفس المشكلة مرة تانية. طيب ايه هو حل المشكلة دي؟ هقول لحضرتك حالا ان شاء الله، لكن اتمنى ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هنروح لمتجر جوجل بلاي ونكتب في البحث متصفح فيا، هيظهر عندنا المتصفح بالشكل ده، نثبته على الهاتف او انا هكون سايب لحضرتك رابط مباشر من جوجل بلاي تثبت المتصفح من خلاله. حجم المتصفح لا يتخطى 3 ميجا بايت وحصل على اكثر من 10 مليون عملية تحميل على متجر جوجل بلاي، وده لانه متصفح سريع جدا وخفيف وامن على الهاتف. بعد ما نثبت المتصفح هيكون ظاهر عندنا بالشكل ده، نفتح المتصفح بعدها نضغط هنا ونبتدي نكتب الاي بي الخاص بالراوتر 192.168.1.1، وطبعا لازم كتابة، يعني اذا ظهر مع حضرتك في اقتراحات البحث ما تضغطش عليه، زي ما قلنا لازم كتابة علشان يفتح معاك بدون اي مشكلة ان شاء الله. بعدها تضغط موافق وهتفتح معانا صفحة الاعدادات بكل سهولة ان شاء الله. بعدها كل اللي عليك انك هتكتب اليوزر نيم والباسورد الخاص بالراوتر، ولو حضرتك مش حافظهم هتلاقيهم موجودين على ظهر الراوتر عند حضرتك. وفي معلومة مهمة جدا حابب اعرف حضرتك عليها، اننا لو خرجنا من المتصفح ورجعنا علشان نفتح صفحة الاعدادات مرة تانية مش هتفتح معانا وهنرجع لنفس المشكلة. وعلشان تحل المشكلة دي وتقدر تسجل دخول صفحة الاعدادات في اي مرة تانية هتعمل خطوة بسيطة جدا، وهو انك هتروح عند ايقونة المتصفح وتضغط عليها ضغطة مطولة، وبعدها تضغط على معلومات التطبيق، وبعدها تضغط على استخدام ساعة التخزين وتعمل مسح لبيانات التطبيق. بعدها هنا لو رجعنا المتصفح وحاولنا نكتب الاي بي مرة تانية 192.168.1.1 زي ما حضرتك شايف هتفتح معانا صفحة الاعدادات بدون اي مشاكل. وطبعا تكرر الموضوع ده في اي مرة عند الحاجة لاستخدام صفحة اعدادات الراوتر، وده الحل الوحيد لحل المشكلة دي. واي كلام اخر نصيحة هو تضييع للوقت بدون اي فائدة. لحضرتك تقدر تطبق الطريقة دي مع اي متصفح عندك كنت بتفتح اعدادات الراوتر عليه وكان شغال معاك وفجأة مبقاش شغال. طبعا بعيد عن جوجل كروم كل اللي هتعمله انك هتحذف بيانات التطبيق في كل مرة هتستخدم فيها صفحة اعدادات الراوتر، وبعدها تفتح معاك صفحة الاعدادات بكل سهولة ان شاء الله. زي هنا بالظبط كده على متصفح فينيكس اللي سبق شرحناه على القناة وقدرنا نفتح صفحة الراوتر من خلاله، ولكن حاليا اصبحت المشكلة موجودة على المتصفح. وعلشان نحل المشكلة دي زي ما قلت لحضرتك انك هتروح على ايقونة المتصفح وتضغط ضغطة مطولة وتضغط على معلومات التطبيق، وبعدها استخدام ساعة التخزين وتحذف بيانات التطبيق، هيظهر عند حضرتك بالشكل ده. بعدها هتحدد الخيارات دي اللي هما بالظبط اول 9 خيارات، وبعدها تضغط هنا والمتصفح هيعمل تنظيف للبيانات المخزنة. بعدها لو رجعنا الى المتصفح وجربنا نفتح صفحة الاعدادات مرة تانية هتفتح معانا بدون اي مشكلة زي ما حضرتك شايف كده ان شاء الله. وعندنا هنا كمان متصفح اخر وهو متصفح اوبرا تاتش، متصفح سهل وبسيط وتقدر تفتح من عليه صفحة اعدادات الراوتر بكل سهولة، خفيف جدا وسريع وامن على الهاتف وحجمه حوالي 11 ميجا بايت وتم تحميله اكثر من 10 مليون عملية تحميل على متجر جوجل بلاي.
وحاليا امام حضرتك تجربة لفتح صفحة اعدادات الراوتر من على متصفح اوبرا تاتش، وزي ما شايفين مع بعض صفحة الراوتر فتحت بدون اي مشكلة. وطبعا بفكر حضرتك ان المتصفح هيفتح عندك اول مرة فقط، وبعد كده تظهر معك نفس المشكلة، وعلشان تحلها لازم تعمل نفس خطوات مسح بيانات التطبيق في كل مرة تستخدم فيها صفحة اعدادات الراوتر، زي ما عملنا كده مع متصفح فيا متصفح فينكس، وبعدها تفتح عندك بدون اي مشاكل. ولو واجهت اي مشكلة اكتب لي في التعليقات وان شاء الله يتم حلها. وتسهيلا على حضرتك هتكون جميع روابط المتصفحات المذكورة في الشرح موجودة اسفل الفيديو في الوصف، روابط مباشرة من جوجل بلاي علشان تثبت المتصفح اللي يناسبك من بين المتصفحات اللي وضحتها في الفيديو، وان شاء الله اي متصفح من هذه المتصفحات هيحل لك المشكلة. نروح مع بعض الحل التاني، هو فتح صفحة الاعدادات عن طريق التطبيق. ولكن قبل ما نروح لتطبيق النهاردة، حضرتك هتلاقي فيديو سابق على القناة وهو كان عن طريق تطبيق راوتر شيف، والحمد لله التطبيق نال اعجاب الكثير من حضراتكم، ولكن لم يعمل مع البعض لانه لا يدعم بعض الراوترات، ولكن التطبيق في تحديث مستمر لاضافة اكبر عدد ممكن من الراوترات. فلو حضرتك ما جربتش التطبيق قبل كده وحابب انك تجربه او تاخد فكرة عن التطبيق، هتلاقي شرح كامل للتطبيق وهيفيدك جدا ان شاء الله. اما عن تطبيق اليوم فهو تطبيق يدعم جميع الراوترات ان شاء الله. وعلشان نحمل التطبيق هنروح لمتجر جوجل بلاي ونكتب في البحث اعدادات الراوتر، وهنختار التطبيق ده ونثبته على الهاتف، او انا هكون سايب لحضرتك رابط مباشر من جوجل بلاي تثبت التطبيق من خلاله. حجم التطبيق لا يتخطى 6 ميجا بايت وحصل على اكثر من 5 مليون عملية تحميل. بعد ما تثبت التطبيق هيكون ظاهر عندك بالشكل ده، نفتح التطبيق بعدها تضغط على انهاء هيفتح عندك بالشكل ده، نضغط هنا وننتظر ثواني بعدها تفتح معنا صفحة الاعدادات. زي ما حضرتك شايف صفحة الاعدادات فتحت معنا بدون اي مشاكل، وطبعا التطبيق مضاف اليه بعض المميزات الاخرى اللي هتفيد حضرتك جدا، زي الخيار ده وهو قياس سرعات الانترنت، وكمان الخيار ده لمعرفة الاجهزة المتصلة على شبكة الواي فاي الخاصة بحضرتك، ويوجد بعض المميزات الاخرى، ولكن اختصار الوقت حضرتك هسيبك تتعرف عليها بنفسك. وطبعا اذا واجهت نفس المشكلة عند الدخول على التطبيق مرة اخرى وعدم فتح صفحة اعدادات الراوتر، هتطبق نفس الخطوات اللي تم تطبيقها مسبقا على المتصفح وهو مسح بيانات التطبيق. وبكده نكون انتهينا من شرح النهاردة، ولكن اتمنى اذا قدرت افيد حضرتك بمعلومة ولو بسيطة والمشكلة تم حلها تدعمني بلايك للفيديو، وتشرفني طبعا باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.